اسمع الكلام. فقرة يا ابن الفقيرة، والله ما حد فقير غير انت وتربيتك الفقيرة. فقرة على كل حال، خلونا في الفقرة بتاعت كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق، هل مصر فقيرة حقا؟ بس قبل ما نبدأ، في حاجة تصريح النهاردة وجعنا شوية، يعني هيوجعك انت كمان. يعني مصطفى مدبولي ابو عينين نعسانة، هو رئيس الوزراء، هو عينيه دبلانة شوية، بس اوعى تفتكر ده نتيجة مرض او ارهاق، ده هو كده. بيقول ايه بقى؟ اشتغلت ماشي، وتعبت ماشي، لحد ما وصلت لنا فيه دلوقتي، اشك في دي. وهيجي واحد تاني من الشباب مكاني في يوم من الايام، لازم اكيد يعني، مش نظريه يعني. واتجوزت عادي يعني، وانا عندي 30 سنه بمساعده اهلي. ليه عملت كده؟ ممكن تشتغل ايه؟ ما تستعجلوش، وربنا مش هيضيع تعب اي حد، تمام. وفي وظائف ب 4000 جنيه مرتب شهري، لكن انا نجد شباب يفضل العمل في الحكومه مقابل 1000 جنيه. ملناش دعوه باللي فات كله، سيرته الذاتيه وكفاحه وعصاميته. ايه العصاميه في ان امك اتجوزتك يعني؟ غريبه قوي، يقول لك واهلي جوزوني. ايه فين العصاميه في دي؟ عادي يعني، انا اسمع واحد يقول لك انا جوزت نفسي بعرق جبيني، انما انا ابويا والحمد لله جوزني. طب ايه بقى العصاميه؟ مفيش فخر يعني، سيبك من كل ده. لكن هو الجزء المهم ان في مرتبات ب 4000 جنيه والعيال بترفضها، الشباب الكساله، ويروحوا يدوروا على وظيفة بألف جنيه في الحكومة. أولا السؤال، فين الوظيفة بأربعة آلاف جنيه في القطاع الخاص اللي بيصرخ؟ وثانيا سوري يعني، هو أنتوا عندكم مكان في الحكومة للشباب توظفوهم فيه؟ سيبك من كل ده، السؤال الأهم بقى، هو حضرتك متضايق من الشباب دول؟ طب هو أنت مش عملت كده؟ الدكتور مصطفى مدبولي مش عمل كده؟ مش الدكتور مصطفى مدبولي ده مهندس مكانه في شركة أعمار والحاجات دي ياخد 200-300 ألف جنيه في الشهر؟ ليه تقبل تبقى رئيس وزارة ب 42 ألف جنيه؟ طب ما أنت زيك زي الشباب، ما تبقاش كده يعني. يعني لو أنت بتضايق من الشباب دول، طب ما أنت عامل زيهم، سايب وظائف بره في شركات الإعمار دي بمرتبات خيالية، وجاي تشتغل رئيس وزارة مرتبك بس 42 ألف جنيه. ولا أنت مرتبك مش 42 ألف؟ آه، دكتور عبد الخالق فاروق بيقول لك ايه مرتبات الوزراء من كتابه هل مصر فقيره حقا؟ بيتكلم على مرتب وحوافز الوزير شهريا عام 2013، نموذج حاله واحده. اصحى معايا وصحصح، بند الاجور يعد من النماذج المعبره عن الفساد والتسبب في اداره موارد الدوله. على الرغم من صدور قوانين الحد الاقصى لرئيس الوزاره ورئيس الدوله لا يزيد عن 42 ألف جنيه، الا انه ظل التحايل في اداره الشؤون الماليه قائم في خاصه في الوزارات والهيئات اللي بتقل فيها قبضه اجهزه الرقابه، زي ايه؟ زي وزاره الداخليه، زي رئاسه الوزاره، زي وزاره الخارجيه. ما تقدرش. من ضمن تلك النماذج ما نعرضه من الاستحقاق الاجري اجر وزير الداخليه. امسك اعصابك بقى، راتب وزير الداخليه يتجاوز 120 ألف جنيه. اصبر بس، الراتب الشهري لوزير الداخليه في احد شهور 2013 لا يتجاوز 3750 جنيه، خلاص، بينما الراتب بالحوافز بالحبشتكنات 120 ألف جنيه. طب الحبشتكنات هي ايه بقى؟ قال لك بص، مرتب الوزير الشهري 3750 جنيه، حلو، حافز الوزير من اللجنه العليا للحسابات الخاصه 1200 جنيه، عادي، حافز الوزير من اللجنه العليا للمشتريات 600 جنيه، حافز الوزير من اللجنه العليا للصناديق 600 جنيه، حافز الوزير من الجوازات المميزه للباسبورات 1200 جنيه، حافز الوزير من الجوازات العاديه الباسبورات العاديه 1200 جنيه برضه، حافز الوزير من الرخص المؤمنه بتاعه العربيات 2000 جنيه، حافز الوزير من اللجنه الاشرافيه للرخص المؤمنه 360 جنيه، حافز الوزير الداخليه من امن المواني 1000 جنيه، حافظ الوزير من المعلومات الجنائيه 160 جنيه، ليه كده؟ ليه يا حبيبي؟ حافظ الوزير من تصاريح العمل 400 جنيه. حافظ الوزير من اللوحات المعدنيه 450 جنيه، بالمناسبه اللوحات المعدنيه حكم بسببها بالسجن على احمد نظيف ويوسف غالي وحبيب العدلي واخرين، ومع ذلك الحافظ اللي هو 4000 جنيه 425 جنيه شغال، الله ينور.
حافز الوزير من الخدمات بأجر 600 جنيه. حافز الوزير شهريا 5% أمن المواني إلى 600 جنيه. حافز الوزير من بطاقة التعارف 600 جنيه. حافز الوزير من خدمات بأجر كل شهرين 1000 جنيه. حافز الوزير احتياطي كل 3 شهور 2000 جنيه. ده بس خليك هنا علي. ده رقم 17 ده يظهر العبقري بتاع الحسابات ما عملش زي نجيب الريحاني. اللي هو إيه حبل الخروف جرد لزوم الخروف. جاب 17 إيه عبقريته ما جابتش. فقال لك حافز الوزير احتياطي ها يعني إيه حطها تحت أي بند. كل 3 شهور احنا عايزين نديله 2000 جنيه كل 3 شهور نسميه إيه؟ نسميه صلاح على اسم عمه؟ لا ما ينفعش. نسميها ورده؟ لا ما ينفعش. نسميه احتياطي وخلاص. حافظ الوزير الكهرباء، حافظ الوزير الكهرباء بدل غذاء 1000 جنيه. اللي بعده يا علي. حافظ الوزير الاحوال المدنيه 650 جنيه، متوسط 3 دفعات في 2000 في 6750، متوسط 3 دفعات في 2250 جنيه. حافظ وزير الكهرباء العادية 600 جنيه متوسط 6000 جنيه متوسط 6 دفعات في 1000 جنيه. حافظ الوزير لجان إمداد الشرطة 1600 جنيه 16000 جنيه متوسط 8 دفعات في 2000 جنيه. حافظ الوزير من النقل والمواصلات 10000 جنيه متوسط 5 دفعات في 2000 جنيه. حافظ الوزير من التدريب 4000 جنيه. حافظ الوزير من قوات الأمن، أنتوا نسيتوا قوات الأمن 4000 جنيه. حافظ الوزير من شؤون المجندين 4000 جنيه. حافظ الوزير من لجان العرض، تعبت يا جماعه، كام دي يا جماعه؟ 26. يعني ايه حافظ الوزير من لجان العرض؟ النقطة موجودة ولا أنا حطيتها بعيني؟ هي النقطة موجودة كده يعني 26000 جنيه أول الشهر. طب وإيه الفرق؟ حافظ الوزير لجان العرض 26000 جنيه نص الشهر، يعني بياخد أول الشهر 26000 وفي نص الشهر ياخد 26000 تحت بند هو نفس الاسم 26 و27 زي بعض. طب ما تبدأوا. وهكذا تصبح موارد الدولة محلا للتساؤل. وهنا نتساءل، هل مصر بلد فقيرة حقا؟ عرفت ليه مصطفى مدبولي بقى رئيس وزارة وساب إعمار وساب مش عارف شركات ايه بتاع التعمير عشان يبقى رئيس وزراء؟ انت وزير الداخليه في 2013 بياخد 120000 جنيه يعني قانوني. ده في بقى حاجات مش قانونيه. لما كان نبيل خلف رئيس الاداره المركزيه للشؤون الماليه لوزاره الداخليه قبل ثوره يناير، نبيل خلف الشاعر نبيل خلف بتاع السمكه المنفوخه، ايوه والله له قصيده اسمها السمكه المنفوخه، ايوه اللي كتب اغاني علي الحجار والحاجات دي. لما كان نبيل خلف موجود وزير الداخليه بيتحاكم لحد دلوقتي على اهدار المال العام في وزاره الداخليه اللي بلغ على حد ما اسمع وعلى حسب ثقافتي الرقميه حاجه بتاعت حاجه ومليار، هبد مليار جنيه من الدوله. فده القانوني بس. وبعدين دي مفيش اجهزه رقابيه هتراقب وزير الداخليه. يعني مين اللي هيقول لوزير الداخليه هات ورقك والكشوفات بتاعتكم؟ وزاره الماليه؟ الهيئه الجهاز المركزي للمحاسبات؟ اخس خسئت سكلاتك امك صحش كده عيب. وكده وزاره الخارجيه كده. ما هو في وزارات سياديه كده كان مبارك عم مصنفهم، وزاره الخارجيه والداخليه والدفاع. امال الدفاع بقى؟ ده الدفاع ياما هنا وياما هناك. ده الدفاع مولد سيدك الدعكي، حاجه مرمطه. بالمناسبه والعدل كده، وزاره العدل نفس القصه. فانت عايز تقنعني ان دي دوله فعلا زي ما قال الدكتور عبد الخالق فاروق دوله فقيره فعلا؟ لا ده خلي بالك ده في 2013. ودلوقتي طبعا مع فرق العمله والحاجات والجنيه لما غرق انت بتضرب الحاجات دي قدها مرتين ثلاثه. لما جاي يعملها هشام جنينه ويقول في فساد ب 6000 مش عارف 600 مليار 600 مليار هشام جنينه ما طلعش حد وقت الحقيقه، يعني راح الى غياب الظلمات. عرفت ان انت مش دوله فقيره؟